يقطع طبعا محلل ومحكم والعلوم الطيبه كلها عنده. ما عليك زود، الله يصبحك بالخير. صبحك بالنور يا مرحبا. طبعا اليوم اول انطلاقه مدينه زايد من مهرجان الظفره، وانت راعي خبره وشفت اللي مشاركين اليوم، يعني نواه المشاركه، عطنا وش شفت وعطنا علوم والله اولا الله يصبحك بالخير انت والمتابعين الكرام. ثانيا حنا جينا وهذا مهرجان مهم لكل صاحب ناقة أو صاحب هذا الموروث أو أحد يهم هذا الموروث. نعم. لازم أنه يحضر في مدينة زايد. نعم. وهو ما نقول تأهيل، نقول مهرجان كامل. نعم. الزين موجود، الله يوفق الجميع إن شاء الله، عز الله تعبه، وكان حن في ختاميات ما كان حن في تأهيل. ما شاء الله، عندك مشاركة ولا؟ لا والله أنا جاي متفرج. متفرج. أنا داعم هالموروث ومحب وجاي متفرج والله، ما تعنينا إلا نبغى نشوف الزين. تسلم أخوي صالح. وش تتوقع المهرجانات الخليجي بوجه عام؟ والله ما شاء الله تبارك الله، شفنا في السنين التالية هذي، اللهم صل على محمد، فيه تناسق بين المهرجانات، فيها إقبال كبير، الله يطول عمر شيوخنا كلهم، لا حكام قطر ولا المملكة العربية السعودية ولا الإمارات ولا دول الخليج الثانية. نعم. اللي اهتموا في هذا الموروث وسعدونا حقيقة، لأن احنا محبين وما عندنا إلا هالموروث هذا، إذا ما اهتمينا فيه من عاد بيهتم فيه؟ أخوي صالح، من في نظرك وانت راعي ابل، وش اللون اللي بيقعد مكافح وبيفرض نفسه في الأسعار وفي المشاركات؟ والله جميع الألوان، جميع الألوان. أنا إنسان محب والله لجميع الألوان، والزين ترى في كل لون، وكل لون له محبين وكل لون له جمهور. وإذا جيت أهل صايل قالوا حن الجمهور الأقوى والمجاهيم كذلك، والمغاتير يعني من جميع ألوانها. نعم، احنا نتمنى لك التوفيق وجعل ربي يحفظك ويطول عمرك. يا مرحبا يا أبو سيف، وهذا شرف لي أني أسوي معك لقاء مبارك، وأنت علم من أعلام الإعلاميين. لا عليك زود، يا ربي يحفظك. يا مرحبا ومسهلا.